أما الوسائل التي تعين على تقوية الحفظ فمن أعظمها البعد عن المعاصي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: وهو أيضا في الحلية: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يصيبه أو يعمله. ومن أعظمها أيضا كما قال الإمام وكيع رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. وعلى طلبه لماذا؟ فإذا هو يتنقل من عبادة في عبادة. وكذلك من أعظم الأسباب على تقوية الحفظ أن الإنسان لا يشتت ذهنه في الحفظ، يحفظ هنا يحفظ هنا يحفظ هنا يحفظ هنا. ازدحام العلم على السمع مضلة الفهم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله. فلا بد من ماذا؟ من التدرج، وتحفظ على قدر ما تستطيع. تستطيع الآية والآيتين أو البيت والبيتين، لا تتجاوز ما لا تستطيع، لأنه يصيبك الملل، فإذا أصابك الملل تركت. ومن أعظم أسباب الحفظ ماذا؟ التكرار، لأن هذا يقوي ماذا؟ الذاكرة، مثل الرياضة، رياضة للذاكرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رياضة كل أمر بماذا؟ بتكراره. أنت اليد عندما تقوى إذا ما أكررت رياضتها، كذلك الذهن والقدم لكثرة المشي، كذلك الذهن لكثرة ماذا؟ التكرار والحفظ. والله عز وجل يحب من عبده أن يلجأ إليه وأن يسأله ماذا؟ أن يعينه وأن يهديه وأن يسدده. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة.